السلام عليكم البنات، ان شاء الله تكونوا بخير على خير يا ربي. شوفوا اليوم شنو راح ندير. عندي شويه لحم، راح ندير جلبانه وقرنون اليوم. صح على بالي شكون اللي ما يعرفش جلبانه وقرنون ليسونسييل. هذايا باش راح نبدا البصل، ندير الزيت دابور، ندير شويه يتغلى مع اللحم، ومن بعد ندير البصل وندير قرفة وندير شويه فلفل كحل وندير الملح وندير طرف زبده. صح اللي ما يحبش يدير الزبده ما يديرش، انا نحب ندير الزبده. وندير زوج من هذا تاع الخضره، باسكو انا نحب ندير هذا بصح اللي ما عندوش ما يديرش. هذا تاع الخضره، هذا تاع الزعفران، وهذا تاع الثوم. بصح اللي ما عندوش هذا ما يحبش ما يديرش ما يديرش. انا راح ندير زوج هايل اهمي، راح ندير زوج. وعندي الجبانه وقرنون. شوفوا راني خليت تغلت شويه في الزبده، تغلى شويه اللحم في الزبده والزيت، وكندير البصل. بعد ندير شوية ملح، من بعد ندير شوية قرفة، ماشي بزاف. بصح أنا مانيش راح ندير فلفل كحل، باسكو علاه كاين واحد ما يحبش ياكل فلفل كحل، ما نديروش اليوم. هي نورمالمون ديروا لها القرفه وفلفل الكحل وبليجي نديروهم هادو. ومن بعد ندير هادو اللي قلت لكم عليهم، ونديرها تتغلى. هاني درت الملح، درت القرفه، درت الكسبر مع معدنوس، ودرت هذوك تاع الخضره هذوك ليكيب هاني درتهم. ابخي نولي شوفوا البنات، باسكو قبل نسيت ما قلت لكمش، باسكو انا ما درتش اللحم الغلمي ولا درت الدجاج، ولا درت اللحم تاع الفو، والفو بالخف يطيب. دوكا كانت عندي جلبانه منقيه ودرتها في الكونجيلاتور، هاني جبدتها غسلتها، وجبدت شويه تاع القرنون ثاني غسلته. دوكا تشوفوا هاني راح ندير، باسكو اللحم يطيب بالخف. هاي الجلبانه، ما زدتش الماء بزاف باسكو يطيب كلش خفيف ظريف. دركا نخليها، ودرت حبه تاع كيش، ما ندير معها والو، دركا نخليها هكذا طيب. ابخي كي طيب وخلاص، ندير حبه بيض، ندير لو جون ديف، ندير شويه سيترون، وندير معدنوس، ونخلطو ونديرها من فوق ونطفي عليها. ابخي نوريكم لا سويت.